السلام عليكم. نحل اليوم التذوق الأدبي. أوضح صور فنية في كل ما يأتي، طبعا صور فنية كاملا كتبناها في الشرح في الحصة الأولى، ما في داعي أعيدها مرة ثانية. في واحد واثنين صور فنية كاملة موجودة أثناء الشرح بالحصة الأولى. السؤال الثالث، استخدم الشاعر عنصري الصوت والحركة، بيّن ذلك. الصوت في بيّنات في تغرد وتجدو، والحركة في تمرح وتمشي وتقطف. سؤال الرابع، ما دلالة كل مما تحت وخط في البيتين الآتيين؟ أتخشى نشيد السماء تدل على الحرية والأمل. ب ولا تخشى مما وراء التلاع، وراء التلاع تدل على المجهول. الخمسة، استخرج من القصيدة مثالا على الطباق اللي هي انهض ونام. السؤال السادس، أكثر الشاعر من استخدام الفعل المضارع، ما دلالة ذلك؟ الفعل المضارع يدل على الاستمرارية والتجدد. ما العاطفة البارزة في أبيات القصيدة؟ هي حب الحرية والحياة. بعد قراءتنا للأبيات الآتية أجب عن الأسئلة التي تليها. فعل معتل ناقص، شو يعني معتل ناقص؟ يعني حرف علة في نهاية الفعل. أمثل عليها في الأبيات اللي أمامنا، تخشى وتجدو وتمشي. أداة استفهام اللي هي موجودة في كلمة أترهب، لهذا استفهام لهمزة، استفهام أترهب. ضمير متصل في محل رفع اللي هي شئتا، التاء متحركة في شئتا. ظرف مكان بين. أعرب ما تحت وخط في ما يأتي. ألف، أتخشى نشيد السماء الجميل. أتخشى، تخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة المنع من ظهورها التعذر. ولا تخشى مما وراء التلاع، لا طبعا هاي لا حرف نهي وجزم. تخشى فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، إنه معتل الآخر وسبق بجازم يكون مجزوم بحذف حرف العلة. جيم، أنهض وسير في سبيل الحياة، الحياة هون مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة. ثلاثة، هاتي ماضي الأفعال الأتية، تمشي ماضيها مشى، تغدو ماضيها غدا، تخشى ماضيها خشية. وهيك بكون أنهينا الوحدة خلقت طليقا، ويعطيكم العافية.